قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن الحصول على لقاح الكوليرا ليس من السهل والوزارة تحاول توفيره. أكد الأبيض في مؤتمر صحفي أن لبنان في الدرجة الأعلى من الجاهزية، وذلك في حال ازداد عدد الإصابات، معربا عن قلقه من انتشار هذا المرض في مراكز إيواء للنازحين. نحن طبعا قلقين، لأنه إذا لا سمح الله، نحن بنعرف مراكز الإيواء فيها اكتظاظ، مراكز الإيواء ما كلها عندها مرافق صحية أو مي بالدرجة المطلوبة، ولذلك إذا لا سمح الله صار في يعني وصل إذا صار في كوليرا انتشار أو وصل لمراكز إيواء، نحن ممكن نشوف أعداد كبيرة من النازحين ممكن يكون عندهم هيدا الموضوع، وخاصة انه جزء كبير منهم للنازحين اصلا جايين من مناطق نحن ما كنا عم نعطي فيها لقاح الكوليرا، لانه ما كان في كوليرا اصلا، يعني مناطق الجنوب ما كان فيها الحالات الكوليرا لحتى تستوجب منا كنا نعطي لقاحات، او بعض المناطق مثلا بالضاحية او غيرها، فلذلك نحن مدركين للوضع، وهيدا اللي عم بيخلينا نحط كل شو اسمه كل الجهود يعني لحتى نضبط الموضوع بسرعة.